هنا بقى اروح لدالي، تجربتك ايه في مساله الاستثمار كرائد اعمال؟ بص انا مقتنع بحاجه مهمه جدا، ان اهم مشروع انت تستثمر فيه هو انت، هو الشخص نفسه، الانسان نفسه بذاته. معنى الكلام ده ايه؟ يعني ان انا ابدا افتح المشروع ده ستيب او خطوه من ضمن خطوات كتير جدا في مجال الشغل لازم امر بيها عشان ابدا افتح مشروع ويكون مشروع ناجح. طيب خلينا نتكلم في نقطه الشغل وايه المراحل اللي انا ابدا بيها شغل عشان اوصل للمشروع. مش بتخرج بفتح مشروع على طول. خلينا نقول ان الشغل اصلا بيمثل 30% من حياتنا، احنا حياتنا بنقضيها تلتها في الشغل. طيب الشغل ده اصلا عباره عن ايه؟ الشغل ده عباره عن مهاره او سكيل عندي انا دقنها كويس جدا وعلى درايه كامله بيها وحابب اوظفها عند شخص او مؤسسه عشان اخد عائد مادي او مقابل مادي ومزايا تانية. طيب انا لو مش عارف السكيل او المهاره اللي عندي دي، هل هقدر ان انا اطور منها او استثمرها؟ لا. طيب بالنسبه للشغل، هو في كذا نوع من انواع الشغل مش بس المشروع. يعني في الفول تايم جوب اللي هو الدوام الكامل، في شغل عن بعد اللي هو ريموتلي، في شغل الفريلانسنج اللي هو العمل المستقل، وفي ان انا افتح المشروع الخاص بي. فانا من وجهه نظري الشخصيه ان انا لازم اكون مكتسب خبره كويسه واكون شغال في مكان او مؤسسه بكتسب منها خبره لا يقل عن 3 لـ5 سنين عشان يبقى عندي درايه كامله ومعطيات المشروع اللي انا هبدا افتحه عشان ابدا افكر واعمل دراسه جدوى للمشروع. انت عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ انا بقول لحضرتك انا اهم حاجه دلوقتي ان انا ابقى عارف انا عايز ايه. هل انا عايز افتح مشروع؟ هل انا لسه متخرج مؤهل ان انا افتح مشروع ولا لا؟ هي دي النقطه. انا اشتغلت في وظيفه في المسار الوظيفي الخاص بيا وشفت حددت بالنسبه للقياس المسميات الوظيفيه الموجوده، شفت ايه الاتش ار ده بيتكلم عن ايه والسبلاي تشين يعني ايه، وشفت مجال البيزنس ديفلوبمنت. انا لسه مش عارف انا عايز ايه، لسه متخرج. فبعدين استقريت ان انا لا، انا المجال الاتش ار اللي انا حابه بالنسبه للسمات الشخصيه هي ملائمه جدا ليا، وبالنسبه لطموحي والشغف بتاعي فمجال الاتش ار هو انسب مجال ليا. حلو. فبدات ان انا اخش في مجال الاتش ار واخد خبره منه. بعد ما خدت خبره كافيه وعملت النتورك العلاقات اللي احنا هنرجع لها كمان شويه، بدات افتح المشاريع الخاصه بيا في مجال الاتش ار، شركه والشركه جابت شركتين وهكذا. طب دي حاجه فكره كويسه خالص جدا.